وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من نيويورك موفد التلفزيون المصري إلى هناك مصطفى ميزار. مصطفى، هل لك أن تنقل لنا الصورة لديك والأجواء الانتخابية، خاصة ونحن على اقتراب من موعد المنافسة الحقيقية 5 نوفمبر بين كاميلا هاريس وترامب؟ تحياتي إليك أولا زميلتي سحر وإيمان في الاستوديو ولمشاهدينا الكرام مشاهدي التلفزيون المصري. الصورة في الولايات المتحدة الأمريكية تعكس واقعا حقيقيا، خاصة ونحن في الأسبوع الأخير قبل إجراء الانتخابات والمقرر لها في 5 الشهر القادم. المنافسة تحتدم بصورة أكبر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن الحاسم في هذه الانتخابات سحر ربما بعد أن تكون في الولايات المتأرجحة، لكن الناخب الأمريكي يعول كثيرا على ما يقدمه له سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي. الاستطلاعات الرأي بالأمس القريب تحدثت عن أن هناك أو النسبة متقاربة وتكاد تكون متساوية ما بين الحزبين وبين كلا المرشحين، دونالد ترامب المرشح الرئاسي وكامالا هاريس، لكن هناك بعض استطلاعات الرأي التي ترجح كفة على كفة أخرى. الشاهد في هذه الانتخابات هذه المرة سحر أن كلا المرشحين يهتمون بقضايا أصحاب البشرة السوداء، بقضايا الهجرة، قضية الإضهاد واحدة من هذه القضايا والتي يعني إنجاز التعبير هي على طاولة النقاشات دائما وأبدا حتى في مراكز استطلاعات الرأي. بالأمس القريب تحدث المرشح الرئاسي دونالد ترامب عن يعني هناك أبعاد كبيرة وأبعاد كثيرة خاصة بهذه الانتخابات وأنه قريب للغاية من الفوز، وبالطبع سيحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما لا يمكن أن يحققه رئيس غير المرشح الرئاسي. على النقيض أيضا تحدثت المرشحة الرئاسية كامالا هاريس عن الوضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقطعت وعودا كبيرة على نفسها وعلى حزبها وعلى حملتها بأن ستكون جنبا إلى جنب، بالإضافة إلى أنها تقابلت والتقت بالكثير من الجاليات أصحاب البشرة السمراء وتحدثت أيضا مع العمال، وكان اللقاء أو المؤتمر الحاجب في ولاية بنسلفانيا بالأمس القريب مؤشر إيجابي كبير على ما تعتقده هاريس وما تقدمه وما يقدمه الحزب للناخب الأمريكي. غدا في نيويورك سيكون موعد المرشح الرئاسي دونالد ترامب مع الجالية العربية والجاليات العربية والمسلمة، سيكون لقاء مفتوح وسيتحدث عن آمالي وعن طموحاتي في رأب الصدع والتحدث أيضا فيما يخص قضايا الشرق الأوسط وبالطبع منها القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية، بالإضافة إلى ما يدور داخل الإقليم الملتهب إقليم الشرق الأوسط. الحديث كثير ومتنوع، كل يدلي بدلوه وكل يحاول جاهدا أن يجتذب شريحة جديدة من الأصوات وأن يجتذب مجموعة من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لصالحه ولصالح حزبه. الانتخابات هنا تحر تسير على قدم وساق وتسير بخطى سريعة، خاصة ونحن مقبلون على نهاية الأسبوع الأخير قبل إجراء الانتخابات، وبالطبع هناك مؤشرات كثيرة وهناك استطلاعات رأي ترجح إحدى الكفتين. بالطبع ستكون القضايا الملحة والقضايا الظاهرة على السطح هي القضايا المؤشرة لنجاح يعني أحد المرشحين في هذه الانتخابات. نعم. كما ذكرنا هناك ولايات متأرجحة ستكون هي الحاسمة في هذه الانتخابات، ستكون هي الفيصل وهي المحرك الرئيسي لهذه العملية الانتخابية، وبالطبع هناك أيضا الجمهوريين والديمقراطيون يحاولون جاهدين أن يكون لحزبيهم النجاح والغلبة في هذه الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024. نعم، مما لا شك فيه، وسنتابع معك في الأيام القادمة. موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار، كنت معنا على الهواء مباشرة من نيويورك، شكرا جزيلا لك.